احنا من يوم من ساعه الحادث واحنا في انعقاد دائم حيفا، واتصالات مستمره وتشاور مع السيد رئيس المجلس دكتور علي عبد العال ومع وزاره النقل ممثله في الدكتور محمد شاكر بعد استقاله الدكتور هشام عرفات وعمرو بيشع نائب الوزير ورئيس الهيئه وكل المسؤولين. عملنا اجتماع مطول في اللجنه وانتقلنا لمكان الحادث وعملنا اجتماع برضو اعتقد الاعلام سمعه انه اجتماع عاصف مع قيادات الهيئه في محطه مصر. هو ما كانش عاصف ولا كان عاصف؟ كان عاصف. طيب كان كويس. عاصف. وتناولنا كل شيء. تناولنا كل شيء. انتقلنا لمكان الحادث. سالنا على ادق التفاصيل. على ادق زي التفاصيل. زي ايه؟ سالته عليه. سالنا عن النواحي حتى الفنيه. الخاصه بالجرار. وهو بيقف فين؟ وبيطلع ازاي؟ وهل لي خط سير واذن كتابي ولا لا؟ وهل السواق كان ليه مساعد المفترض ولا لا؟ هل كان في عامل تحويله بيقف يوجهه ولا بتاع المناوره؟ عامل مناوره. عامل مناوره. ده موجود ولا لا؟ هل السرعه اللي كان ماشي بيها 80 سرعته ولا لا؟ هل دي يقدر ياخدها في الكيلو ونص دول ولا لا؟ وازاي؟ ومقدار سرعته كانت ايه الاجابات؟ الاجابات ان ده قضاء وقدر وان دي امكانيات الهيئه البشريه و يعني ايه؟ يعني اعتادوا ان مثل هذه الجرارات اعتادوا وانا بركز في كلامي أيوة. وعارف بقول ايه اعتادوا ان في سواق واحد انما في الاصل لازم مساعد الاصل بيقول كده الاصل بيقول ان في مساعد لو كان زمان اسمه العطشجي مثلا انما لازم مساعد انما اعتادوا الجرار وكيلو ونص والعمليه بسيطه ومش مستاهل بياخدها في قد ايه القطر؟ الجرار بياخدها في قد ايه المسافه دي؟ الكيلو ونص بياخدها في 10 دقائق 5 دقائق يعني براحته بيمشي لا اللي هو المسافه المعتاده بيمشي على سرعه على ما يوصل هناك 8 كيلو 8 كيلو 8 كيلو في الساعه هو على ما وصل 80 كيلو في الساعه السرعه دي جت ازاي؟ قال ان هو كان زي اللي معشق الفتيس كده يعني لما حصل تحاشر واللفظ ده لفظ علمي ايوه التحاشر بينه وبين العربيه الثانيه بين الجرار الاخر كويس ال 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 ادى السرعه العاليه على اساس انه يندفع يخلص نفسه ونزل يتخانق مع السواق الثاني التحشيره دي فكت لما فكت اندفع كويس اندفع بدون سواق ازاي مشي على الطريق ده على الخط ده مشي ما هو موجه 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 لكده هو موجه على 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 القضيب ده كويس الاخطر من كده هنا الخناقه والحشرجه والحاجات والسواق اللي نزل والخناقه قدام حضرتك اهو على الكاميرات اللقطه اهي اتفضل يا فندم واهو والجري بعد كده لما مشي بالسرعه اللي قدامك اتفضل يا فندم بالظبط كده ال حصل اللي حصل سالنا ايضا في نقط فنيه اخرى خاصه بالوقود اللي موجود الجهاز 3000 ازاي معمول ده ازاي الكميه دي ازاي الكميه دي هل ده طبيعي قالوا ايه قالوا لنا ده هو بيفول مره واحده وخلاص مره واحده هو بيملى التانك لحد ما يخلص 3000 لتر فالانفجار ده هل ده طبيعي وقال هو ده نتيجه الوقود ده بس ولا حاجه تانية ولا حاجه تانية قال لك ده طبيعي طبيعي ده وقود واندفاع 80 وهكذا لا اكدوا على الجزئيه دي انه اللي حصل من الانفجار والحريق اللي حصل نتيجة ده طبيعي ده طبيعي من الوقود طبيعي بالظبط كده ده كلجنه ده لجنه مسؤوله ده وسمعت راي المسؤولين ده كرئيس هيئه السكه الحديد رئيس الهيئه اللي بيقول كده رئيس الهيئه اللي قال كده مش اي حد يعني مش اي حد يعني مش فني يعني مش هيئة. معلش انا اسف يعني مش قنبله اتحطت او قنابل كانت موجوده لا 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 او عبوات وانه حاطط كذا ما انا بسال حضرتك الاسئله اللي هي دارت على مدى الايام اللي فاتت بالظبط كده ده مش موجود